بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلاب المرحلة الرابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل فضلكم أنتم وعوائلكم ومن تحبون. أحبتي، أخذنا بالمحاضرتين السابقة مقدمة عن الديزاين by using root locus، وأخذنا الديزاين للكمبنسيتر ثم الليد كمبنسيتر. واليوم محاضرتنا إن شاء الله راح تكون خاتمة الشابتر التاسع، اللي هو يعني أنا أخذ ديزاين للاج ليد كومبنسيتر. بس قبل لا نأخذ اللاج ليد كومبنسيتر، بيت أنطيكم هومورك عن اللاج والليد كومبنسيتر، سؤال عن كل واحد منهم حتى تمرسون عليها. الهومورك هو كالتالي. الهومورك الأول، بس أنا هنا ما حددت حتى أشوف أنت تعرفون. إحنا نوهنا وشرحنا شلون نعرف شو وقت نحتاج اللاج كومبنسيتر وشو وقت نحتاج الليد كومبنسيتر. مثل ما شرحت لكم إنه إحنا اللاج كومبنسيتر نستخدمه لما تكون عندنا مشكلة. وين عندنا مشكلة؟ بالستيدي ستيت ريسبونس. والليد كومبنسيتر لما نكون إحنا عندنا المشكلة وين؟ بالترانزينت ريسبونس. لذلك الآن بالهومورك الأول بنشوف إنه هو منطينا انطيتكم أنا بالسؤال إنه أنا عندي يونيتي فيدباك كنترول سيستم بالفورورد ترانسفير فانكشن، هي هذه الجي أوف إس مالتها تساوي 3.2 إس مضروبة بـ إس بلس 2.5 إس بلس 4. هذا السيل كنترول سيستم أنا أريد أسوي له suitable compensator حتى أزيد الـ static velocity error اللي هي الـ KV أوصلها إلى 6، وأريد damping ratio توصل إلى 0.55. فيا compensator المفروض أنا أستخدم، المفروض أنت تعرفون وتحلوا لي. homework الثاني هو أيضا unity feedback control system، الـ forward transfer function مالته هو 8 على S مضروبة في S plus 2.2. هذا الكنترول سيستم أنا أريد أسوي له suitable compensator حتى يكون الكمبنسيتنج سيستم مالته إلى damping ratio 0.5 وإلى undamped natural frequency تساوي 4 radian per second. فأيضا المفروض تعرفون أي suitable compensator حنستخدم lag أو lead. الآن حنأخذ الديزاين مال اللاج ليد كومبنسيتر. طبعا هذا الهوم ورك انا اريده من عندكم ان شاء الله تعالى الثلاثاء يوم 25/3، اريده من عندكم. طبعا باباتي نصيحه لكم، انا اعرف انه انتم صف رابع بدا يقل عددكم بالكلاس روم، ومشكله عامه ويا كل التدريسين. بعد ما كان العدد 41 او 42 صار 18. باباتي هذا الأمر مو بصالحكم. احنا دا نساعد وياكم حتى يخلص العام الدراسي، وانتو اكثر ناس حتتضررون اذا تأجل العام الدراسي او شفطت الامتحانات الى نهاية الصيف، بدل ما انت تتخرج ان شاء الله بخير وسلامة يوم 1/7 انت مخلص وتنتظر بس النتيجة 4-5 ايام وتاخذها وتتخرج. احتمال حيشفت الدوام الى التاسع او الى نهاية التاسع وما نعرف شنو. فساعدونا مثل ما احنا دا نساعد وياكم وبنتهى التفاني انه حتى نخلص وياكم العام الدراسي. هذا الشيء ابد ما مقبول. انتم تعرفون خصوصا بالنسبة لي انا عندي منهج لازم اكمل لكم يا باذن الله عز وجل اكمل لكم يا. فساعدوا يا حتى من نرجي يرجع الدوام. راح يكون فقط المر على هذه المواضيع مرور الكرام الحين مثال او مثالين وينتهي الموضوع، لانه الشرح انا يعني اشوفه وافي وانت تقدر تعيده اكثر من مره وتقدر تدز لي ملاحظات على الكلاس روم، على الفايبر، على الواتساب. كلكم عندكم رقم تليفوني وتقدر تدز مثل ما بعض من عندكم يدز لي ينطيني ملاحظات عن المحاضرات، عن شنو تحتاجون وهكذا. الهوم ورك راح يكون عليه درجة، وأني مجرد ما يبدي الدوام أول أسبوع أنا إن شاء الله حكوزكم بالمادة اللي انطيتكم إياها. اليوم حناخذ
الجزء الأخير من الشابتر التاسع، وإن شاء الله نهاية الأسبوع القادم حنزل لكم إن شاء الله المحاضرة مالت الشابتر العاشر، وهكذا إلى أن يبدي الدوام. فبابا تساعدوا يعني أفضل مما تبقون هيجي ويجي الدوام، نسرع بالمنهج أو ناخذكم إضافي أو كذا ويزداد عليكم اللود وأنتوا قاعدين ببيوتكم. كلنا ساعدنا أولاد بالمدرسة ونتمنى يرجع الدوام ونتمنى يخلص العام الدراسي إن شاء الله بخير وسلامة، وإن شاء الله نشوفكم سالمين وتتخرجون، فحاولوا تساعدون ويانا. المحاضرة اليوم مثل ما قلنا حناخذ lag lead compensation. احنا نعرف انه lag compensator هو يحسن steady state response والlead compensator يحسن transient response. زين، اذا كان السيستم هو بمشكلة بالترانزينت وبالsteady state، اذا احنا يتطلب من عندنا انه نستخدم two compensators. إذن لازم نستخدم اللاج ليد كومبنسيتر. طبعا احنا شرحنا البروسيجر للديزاين لكل واحد منهم، لكن لما يصيرون اثنيناتهم كومباوند المساله شويه حيصير بها اختلاف. نفس المبادئ لكن حنتعرف شلون اذا صار اثنيناتهم شلون الجين مالتهم حينحسب، شلون الباراميتر ايضا حتنحسب، حنشوفها ان شاء الله بالطريقه. الطريقه كلش سهله، مجرد انه تتبعها انت خطوات تتعلمها تحل مثال او مثالين بعد المساله تصير بالنسبه لك ديناميكيه ان شاء الله تعالى. احنا طبعا نعرف انه في كل واحد من الكومبنسيتر احنا نضيف هول ونضيف زيرو وياها سيرتين جيم، مثل ما عرفنا بالمحاضره السابقه انه انا من اضيف للسيستم لا كومبنسيتر معناته ايش دا اضيف بول جدا قريب على الاوريجين وزيرو كلش بعيد. ليش؟ لأن أنا أريد أسوي شنو؟ أريد أسوي إنتجريشن حتى أتخلص من الستيدي ستيت إيرور اللي مزعجني بالريسبونس. وإذا أضيف الليد كومبنسيتر معناته أنا إذا أضيف زيرو قريب جدا على الأوريجين وزيرو بعيد الأوريجين حتى أحسن إيش؟ حتى أحسن الترانزينت ريسبونس. شلون أحسن الترانزينت ريسبونس؟ أنا إذا أريد أسوي ديريفيشن. ليش أسوي ديريفيشن؟ حتى أقلل من الماكسيمم أوفر شوت. الان اذا احنا ايش راح نضيف هالاسم؟ راح نسوي لاج ليد كومبنسيتر، حنضيف 2 بول و2 زيرو. الكترونيك فورم لللاج ليد كومبنسيتر مثل ما متوضح قدامكم بهذا الفيجر. احنا بدنا نشوف انه احنا عندنا الانفرتر حيكون عندنا سيرتين جين، والجين هذا هو عباره عن الماينس ار 6 على الار 5، وعندنا 2 امبيدانس الزد 2 والزد 1. احنا مثل ما نعرف انه بهيك دوائر الكترونيه شلون حيكون عندنا؟ حيكون عندنا الترانسفير فانكشن الاي، الاي على الاي اي هي عباره عن ماينس زد 2 على زد 1. اذا انا عندي ار 2 سيريز ويا سي 2 بارالل ويا ار 4 حوجدها، وعندي هنا الار 1 هي سيريز مع السي 1 وبارالل مع الار 3. احسب الترانسفير فانكشن لكل وحده منهم واقسم الزيتا 2 الزد 2 على الزد 1 واوجد الاي على الاي اي، وايضا اوجد الاي نوت على الاي، واسوي شنو؟ اسوي كاسكيد سيستم بيناتهم واطلع الناتج النهائي لهذه الترانسفير فانكشن اللي هي ايش؟ هي اي نوت على الاي اي. مثل ما واضح قدامكم هذه الزد 1 وهذه الزد 2 و هذا الاي على الاي اي مثل ما عرفنا مال الجزء الاول، وهذا الاي نوت على الاي اي مال الجزء الثاني. اذا ندمجهم اثنيناتهم حيكون عندنا الاي اوت على الاي ان بهذا الاوفر اول ترانسفير فانكشن. بهذا انا اذا اريد اجزئ شنو عندي؟ اذا اريد اقارن ويا الستاندرد فورم للترانسفير فانكشن للكومبنسيتر معناته انا شنو عندي؟ عندي التي 1 هو هذا الجزء، هو جزء الـ R1 plus الـ R3 مضروبة بالـ C1 اللي هو هذا، وعندي الـ T1 على الألفا هي الـ R1 مضروبة بالـ C1، وهذا يخص إيش؟ هذا يخص من هو اللي يكون بالمقسم على المقام؟ احنا هذا باللاج كومبنسيتر وهذا جزء الليد كومبنسيتر. إذا دا ألاحظ أنا هنا إيش عندي؟
احنا كان عندنا ثلاثة باراميترز لكل ايش؟ لكل كومبنسيتر. اذا انا الان ايش عندي؟ عندي ايش؟ عندي ستة، عندي جين وتي وان وغاما للا كومبنسيتر، وعندي جين وبيتا وتي تو لمن للكومبنسيتر اللي هو الليد كومبنسيتر. الان الكي ما نقدر نفصل واحدة عن اخرى لانه حتنضر، لذلك عند اشوف هنا الار 4 على الار 3 والار 6 على الار 5. اذا هذا الجين التوتال اللي هو الكي سب سي اللي هو الجين مال الكومبنسيتر مال اللاج ليد بصوره عامه. بقى عندي تي 1 والجاما هنا باراميترز مالت اللاج، وعندي البيتا والتي 2 ان الباراميترز مالت الليد كومبنسيتر. الان عندي تو كيسز دول الالفا بيتا، اذا كان الالفا لا تساوي البيتا واذا الالفا تساوي البيتا. بمحاضراتكم انا كاتب ان اور ستدي شنو هو الفا تساوي بيتا. هذا العام الماضي السنه من ضمن الموديفايد للمحاضرات مالتنا، لانه انا مثل ما عودتكم انا دائما اضيف فتشي على المحاضره مال السنه السابقه. العام اخذنا الالفا تساوي بيتا، السنه ان شاء الله ناخذ التو كيسز، ناخذ الالفا لا تساوي البيتا والالفا تساوي البيتا حتى تكون عندكم التو كيسز. هنحل مثال ان شاء الله الالفا لا تساوي ونشوف الفرق من لما تكون الالفا تساوي بيتا وراح نتعرف عليها. مجرد انه البروسيجر شويه حتختلف من يصير الجاما لا تساوي البيتا، اوكي؟ لان احنا الفا اخذناها وين؟ اخذناها بالديزاين مال اللاج لما منفصل عن الليد، لما كانت لما اللاج كومبنسيتر كانت الالفا اكبر من واحد، ولما الليد كومبنسيتر كانت الالفا اصغر من واحد، وعرفنا بوقتها شنو تاثير كل وحده منهم. اليوم احنا بدنا نحكي على الجاما والبيتا. طبعا هاي الالفا جاما بيتا خلينا تسلسل الاي بي سي بالحروف اللاتينيه مثل ما معروف عندكم. هاي التو كيسز اللي حكيت عليها لازم تنتبهوا لها، هذه انا هسه غيرتها بالمحاضرات. وي كونسيدر ذا تو كيسز، جاما لا تساوي بيتا وجاما تساوي بيتا. الان بدنا نشوف هذه امامنا الجنرال فورم لللاج كومبنسيتر، هذا الكيسي اللي حكينا عليه اللي هو الجنرال جين لللاج ليد كومبنسيتر. هذا بهيك فورم شنو هو؟ الجاما تساوي بيتا. اذا باعوا هنا أنا صار عندي هذا الجزء، هذا بيتا على تي 1 البيتا على الالفا، وجزء الثاني هو ال1 على بيتا 2 تي 2. الان لما اريد اسوي ديزاين انا لازم اخضع لايش؟ لازم اخضع الى الكونديشن اللي حكينا عليها سابقا اللي هو شنو؟ شرط الماجنتيود لازم يكون ساتيسفايد الى ال1، وهذا اللي هو بالليد كومبنسيتر كنا نحكي على الكونتريبيوشن انجل اللي يحققها الليد كومبنسيتر، وباللاج كومبنسيتر شنو كنت احكي؟ احكي على الماجنتيود كونديشن، واحكي على الفيز كونديشن لازم يكون بين اكبر من صفر واقل من ماينس 5. اذا دول تو كونديشن حناخذهم لما الجاما تساوي البيتا ولما الجاما لا تساوي البيتا. الان نحل مثال على هذا اللاج ليد ديزاين. بهذا المثال شنو عندي يعني؟ هذا المثال عندي يونيتي فيدباك كنترول سيستم، الفورورد ترانسفير فانكشن مالته هي 4 على اس مضروبه في اس بلس 0.5. من هذا السيستم اذا اجاني اسوي له اناليسيس اشوف انه الكلوزد لوب كنترول سيستم هو عنده دامبنج ريشيو هي 0.125 وناتشرال فريكونسي هو 2، ومعروف قدامكم كلكم تقدرون تشيكونه. وايضا ممكن نحسب له هذا السيستم الستاتيك فيلوسيتي ايرور اللي هو الكي في هو 8.1 على سكند. زين
الآن شنو مطلوب من عندي؟ يعني مطلوب من عندي أسوي سيستم الديزاير مالتي هو الدامبنج ريشو لهذا السيستم هو 0.5، وأيضا مطلوب مني أزيد الاندامبنج ناتشرال فريكونسي إلى 5 راديان بير سكند، هاي راديان بير سكند. وأيضا مطلوب من عندي أنه الكي في أوصلها إلى 80 1 أوفر سكند. الآن لازم أصمم أبروبيت كومبنسيتر اللي سوتابل كومبنسيتر لهذا البيرفورمانس. كيف؟ الآن تلاحظون أني فارض أنه حل السيستم مالتي لما الجاما أكبر من واحد ولما البيتا أكبر من واحد. إذن أني ما عندي جاما وبيتا مساويات. الآن الجاما والبيتا ما مساوي. راح نشوف شنو هو الترانسفير فانكشن الجنرال لللاج ليد كومبنسيتر. هي هذه، هذا جزء اللاج وهذا جزء الليد وهذا الكي مالت الكومبنسيتر. الآن الكومبنسيتر لما أجي أضربه بالترانسفير فانكشن حيكون عندي جي سي مضروبة بالجي أوف أس مالت السيستم. بمثالنا إحنا إذا نشوف إذا نريد بعملية حساب بسيطة نحسب الدومينانت بول. الدومينانت بول احنا شي يساوي عندنا؟ يساوي عندنا الديزاير زيتا مضروبة بالأوميجا ان اللي هو جزء السيجما بلس الجي أوميجا دي اللي هو الأوميجا دي. شي يساوي؟ يساوي الأوميجا ان مضروبة في تحت الجذر واحد ماينس زيتا سكوير. لذلك اني حسبت الدومينانت بول مالتي وهو اشقد ماينس 2.5 بلس ماينس جي 4.33، واحنا واضحه عندنا لان احنا عندنا الاوميجا ان هي 5 والزيتا 0.5، اذا 0.5 في 5 هو ماينس 2.5 وهكذا. الاوميجا دي ايضا كلكم تعرفون تحسبوها. اذا راح يكون الدومينانت بول مالتي هذا بهالشكل هذا. الان اجي اشوف الدومينانت بول هذا مالتي ايش قد حيضيف لي فيز، ايش قد حيضيف لي كونتريبيوشن انجل. اجي احقق اعوض هذا الدومينانت بول دي المعادلة الفيز. ما عندي بالنيومينيتر اي شيء، 4 0، فاذا 0 ماينس الاس مضروب بالاس بلس 0.25. كلكم تعرفون تحسبونها راح يكون الناتج قد ماينس 235 درجة. زين أنا عندي الكونديشن مالتي الأنجل، الكونديشن أنجل إيش قد هو 180. إذا أنا إيش قد لازم أضيف كونتريبيوشن بالكومبنسيتر؟ 235 ناقصا ال 180. إذا أنا لازم أضيف إيش قد كونتريبيوشن أنجل؟ لازم أضيف 55 درجة. زين شلون حضيف 55 درجة؟ راح نشوف. ال 55 درجة لازم يضيفها من هو؟ لازم يضيفها الكمبنسيتر. بفرضية بسيطة أنا إيش داعي داعي بول داعي زيرو، معناتها البول والزيرو لازم يضيفوا ليش قد 55 درجة. إذا أجي أفرض واحدة من عندهم، أفرض من هو؟ مثلا أفرض الزيرو، أخلي الزيرو يعني أخلي بالبسط S بلاس 0.5 وأجي بعملية حساب بسيطة احسب ايش قد راح يحقق لي. لازم الاس ماينس 0.5 لها زاويه من نقصها من الاس ماينس البي مال الزيرو تساوي لي 55، لان هي اس بلس 0.5 على اس بلس انون اس بلس بي مثلا تساوي لي ايش قد 55 درجه. اخذ لها الفيز كونديشن راح تكون واحدة مجهولة فقط بس النيومينيتر، إذا راح تكون S. طبعا الأس من هو؟ الأس الدومينانت بول مالتي اللي هو إيش قد راح يكون ماينس 2.5 بلس ماينس J 4.33. أحق بها الأنجل كونديشن راح تطلع لي البول إيش قد لازم يكون موقع وين؟ بالماينس 5.02. الآن إيش وجدت؟ وجدت أول بول وزيرو اللي أريد أضيفهم هاني اللي هما مال اللاج كومبنسيتر، تكون S بلس 0.5 S بلس 5.02. أوكي هتحسب الكي سي، وهذا الكي سي يخص بس جزء اللاج
كومبنسيتر ما يخص جزء الليد كومبنسيتر، لازم تنتبهون. صح احنا رامزين له كيسي لانه هو عندنا جنرال، فراح نحسبه لما عند الدومينانت بول لازم يساوي واحد هذا الجين كونديشن. فايش قد يطلع لي الجين؟ 6.26. الان كيف اوجد البيتا؟ الان عندي اني وجدت الان تو باراميتر مال منهم مال اللاج. نرجع على الليد كومبنسيتر شلون نحسبه، عندنا البيتا وعندنا من هو التي 2. بيتا وين تشارك؟ البيتا تشارك بالجين، لانه انا من اجي على الجنرال فورم مالت الجي سب سي اللي هو الترانسفير فانكشن مال اللاج ليد كومبنسيتر، دا اشوف اني لو اريد اطلع الجين شلون اطلع الجين؟ لازم تكون فالترم مضروبه باس بلس 1. فاذا هنا شقسم اقسم على واحد على ايش؟ واحد على بي تي 2، وهنا انا شقسم اقسم على الفا تي 1، حتى من اقسم هنا على واحد على تي وهنا تي 1، واحد على تي 2 راح يختصر التي 2 ويا التي 2 والتي 1 ويا التي 1، ويبقى لي فقط من هو يبقى لي فقط البيتا والالفا. هنا واحد على بيتا وهنا أنا جاما على تي 1، التي 1 اختصرت مثل ما قلنا، فراح يصير عندي الجين شنو هو؟ هو الجين راح يساوي لي بيتا على جاما. فاجي اعوض هذا لازم ايش قد عندي يصير؟ لازم يصير 80. ليه لي 80؟ 80 انا الديزاير اعطاني اياها، الديزاير قال لي لازم تحسن الكي في مالتك تسويها ايش قد؟ تسويها 80. اذا ارجع بعمليه حساب بسيطه جدا، اعوض بالترانسفير فانكشن، اعوض بكل اس 0، راح تكون عندي 80 تقسيم 4.988، راح تكون البيتا شقد؟ 16.04. اذا وجدت البيتا، باقي لي فقط من هو التي 2. الان عندي هذا الكونديشن، انا لازم احقق الكونديشن هذا، احقق ايش؟ الماجنتيود كونديشن لازم يساوي لي واحد، والفيز كونديشن لازم يوقع وين؟ بين الزيرو والفايل. اذا وين عند من هو؟ عند الدوميننت بول. لي عمليه حساب بسيطه جدا، عندي باراميتر واحد هو الميسنج اللي هو التي 2، اوجد التي 2 ايش تساوي لي؟ 5. ممكن افرضها للتي 2 5 واعوضها، او افرضها 10 واعوضها، اشوفها وذن. اذا انا افرضها الان 5 واجي احسب الماجنتيود حيكون ايش قد؟ حيكون واقع بين راح يساوي لي 0.9.98. اذا هو ايش قد؟ هو ابروتش الواحد. اذا اوكي، والانجل ايش قد؟ حتكون الانجل 2.1. اذا هي وذن الفايف. اذا اني الفرضيه مالتي مال تي 2 هو 5 مقبوله. اذا انا الان ايش اخذت؟ اخذت الاوفر اول ترانسفير فانكشن مالت السيستم. اجي اعوض بالاوفر اول ترانسفير فانكشن، راح تكون عندي هذه الكي سي اللي انا حسبتها 6.26. انا الان معناتها الليد كومبنسيتر ما ضاف لي شيء للكي سي، معناتها واحد ضاف لي مضروب بال 6.26، راح يكون عندي هذا الاوفر اول جين، وعندي هذا جزء ايش؟ هذا جزء الليد كومبنسيتر وهذا جزء اللاج كومبنسيتر. شلون اعرفهم؟ هذا لاج وهذا ليد كومبنسيتر من قيم البول والزيرو، لان انا باللاج كومبنسيتر دا اضيف شنو هو؟ دا اضيف زيرو قريب للاوريجين، وبالليد كومبنسيتر دا اضيف زيرو قريب من الاوريجين. اوكي، لذلك هو البوينت او 1 اصغر بهوايه من البوينت 2، وصحيح هم اثنينهم قريبين من هذا، بس هذا اقرب بهوايه، هذا ابروتش للزيرو، هذا البول بعيد وهذا الزيرو قريب. اذا هذا لا ليد كومبنسيتر وهذا لاج كومبنسيتر. الان اجي اعوض بهذول من خلال ايش؟ حتى اطلع الاوفر اول جين اللي هو نا 6.25 لكن ناش قد 10. شلون كان عندي؟ قسمت هنا على ايش؟ قسمت على 0.01247، وهنا قسمت على 0.2، وهنا قسمت على 0.5، وهنا قسمت على
5.02 حتى تكون S plus 1 S plus 1 S plus 1 وهكذا. فهذول من أطلع الريزيديو مالتهم وقسم النيومينيتر على الديمينيتر راح يكون عندي 10. هذا الكمبنسيتنج سيستم أوفر أول. أضرب الجي سب سي اللي هو الترانسفير فانكشن مالت الكمبنسيتر، أضربها بالترانسفير فانكشن اللي عندي مالت السيستم، حيكون عندي إيش؟ تلاحظون أني هسه الآن إيش؟ كنسلت من السيستم بول وزيرو. ليش؟ لأن أنا بالفرضية مالتي الأولى من فرضت بال لما صممت إيش؟ لما صممت الليد كومبنسيتر قلت أنا حتى أضيف ال 55 درجة اللي أحتاجها بالكونتريبيوشن خل أضيفها مكان يقلل لي يسوي لي موديفايد على الأوفر أول، أكنسل من السيستم زيرو اللي هو كان واقع وين؟ واقع بالأس بوينت 5 فاتكنسل. لذلك تشوفون أنا هسه ما عندي، أنا عندي بالجي of S مالت السيستم كان عندي S plus 0.5 بالنيومينيتر كان عندي بول، وأني من صممت بالليد كومبنسيتر صممت على أساس الـ S plus 0.5 كنسلتهم واحد ويا الأخ، فظل عندي من هو الـ S plus 0.2 اللي هو زيرو مال من هو مال اللاك كومبنسيتر، وبقى عندي البول مالت الليد واللاك كومبنسيتر مضروبة بيش؟ مضروبة بالـ S اللي هاي جايتني مالت الأوريجينال سيستم، السيستم الأصلي اللي أنا صممت إلى الكمبنسيتر. الآن المفروض أسوي تيستينج أنا لهذا الكمبنسيتر، المفروض أوجد الريسبونس أو أرسم الروت لوكس مالت السيستم الأصلي وأرسم مال الكمبنسيت سيستم وأشوف الفرق بيناتهم. لذلك هذول إيش حيكونون؟ هذول حيكونون الهوم وورك مالتكم. أنا بالمحاضرة منطيكم أول تو هوم وورك، وهسه ضفت واحد اخر حشرح لكم اياهم كلهم. الهومورك الاول مالتكم هذا اريدك ترسم لي الروت لوكس للكومبنسيتد سيستم وللانكومبنسيتد سيستم واقارن بيناتهم. طبعا ممكن ترسمهم بايدك او ممكن ترسمهم، راح نشوف اني رايدهم بالماتلاب ورايدهم بايش ترسمهم بايدك لليونت ستيب ريسبونس للكومبنسيتد والانكومبنسيتد بالماتلاب. هنا ارسمهم بيدك ورد ارجع ارسمهم بالماتلاب وقارن لي حتى اشوفك تعرف ترسم الروت لوكس. خما نسيته، احنا اخذناه بنهاية السمستر الاول، هذا لانه انا اعتمد عليه، لان احنا اصلا الديزاين بدنا ناخذ بيش ديزاين بيش ديزاين كنترول سيستم ديزاين بيش باي يوزنج الروت لوكس، فلازم ترسموه ترسمه باي هاند بالاناليتيكال سوليوشن، ترسمه بالماتلاب وتقارن بيناتهم وتوجد لي باستخدام الماتلاب توجد لي اليونت ستيب وتقارن وياهم وتقدم ياهم بريبورت. ضفت لك هوم وورك شنو هو؟ اريدك تعيد حل هذا المثال وتفرض الالفا تساوي بيتا وتقارن لي شوف السيستم شنو اللي حتطلع الترانسفير فانكشن، شنو اللي حيصير تغيير عليها. العمليه كلش سهله، لازم كلكم تعرفوها وتجاوبوها. هذا الهوم وورك أنا أريد أش وقت؟ أريد الخميس القادم، عندكم هومورك بالثنين وعندكم هذا الهومورك بالخميس القادم، فسلموا لي بالأسبوع القادم تو هومورك، هومورك دزوليا بالثلاثاء يوم 25 ويوم 27 الخميس الدزولي هذا الهومورك. اللي يقول صعبة مو صعبة، أنتوا الحمد لله قاعدين بالبيت ما عندكم شيء، قضوها بالسيطرة. ايضا بعض الطلاب دز لي انه اذا اكو توتوريال او اكو سيمينار بهذا السمستر مثل ما سوينا بالفصل الاول، انتم تعرفون هذا السيمينار عليه 5 درجات على السعي، هي جفت من عندي فوق ال 40، فبهذا الفصل عملي اللي يريد يسويه هو متبرع من عنده يجيب لي موضوع واشوفه مناسب اقول له يسوي الى بلس 2، لكن الثيوري ثيوريتيكال سيمينار هذا مطلوب من كل واحد بيكم، لازم كل واحد بيكم يسوي لي يحل لي 5 اسئله، الخمس اسئله انا حنطيها هاي عليها 5 درجات، ودرجتين على العملي ايش قد يصير؟ 7 درجات، هاي 7 درجات فوق ال 40، و
لأنه الحضور ما نقدر نحاسب عليه مثل الفصل الأول لأن راحت من عندنا الفصل الأول. لا تساعدون وياي العمل احتمال أسوي 3 درجات حتى يصير عندكم 8 درجات فوق السعي مثل السمستر الأول، يعني السعي مالتكم ينحسب من 48 ويتقدم للقسم من 40. وتعرفون أن هذه المسألة ما تهمني، ما دام أنتم تتعلمون ما عندي مشكلة إيش قد أعطيك سعي. طيبكم بالفصل الأول سعيات للي يستاهلون طيب 37 من 40، مو صحيح؟ وما شاء الله يعني اللي انطيته 37 يعني طلع يستاهل هذا السعي لأنه جاب امتياز ويستاهل امتياز جنيد. إن شاء الله هالمرة أكثر من واحد يقدر يطلع امتياز بالسمستر الثاني. الهومورك اللي راح أوزع لكم إياه التيتوريال حدز لكم إياه أيضا على الكلاس روم، بس هم هنا ممكن يعني أوضح لكم إياه. التيتوريال راح يكون بهالشكل هذا. التيتوريال أنا وزعته من البداية حتى لا أحد يقول أختار وكذا وما أعرف شنو. هذه الأرقام الشابترز، لأن أنا عندي الشابتر الثامن هو الروت لوكس، والشابتر التاسع هو الديزاين باي روت لوكس اللي هو يعني الكومبنسيتر، وعندي الشابتر العاشر هو النايكوست، والشابتر الـ11 هو شنو هو البود دايجرام، والشابتر 12 هو الديزاين مال الـ VID كنترولر. عندنا طبعا الشابتر 13 و14 احنا حناخذهم، بس أنا ما خليت عليهم لأنه تحسبا أنه يعني خاف ما نقدر ناخذهم أو يعني نسرع بالأخير بالمادة وأعطيكم أنا أسئلة ما مطلوبة وكذا ويصير إرباك. فاكتفيت بالحد ديزاين البي آي دي هو اللي إن شاء الله يكمل السمستر وتأخذون كل المادة بإذن الله عز وجل. فكل واحد منكم حيحل لي 5 أسئلة. صحيح أكو أسئلة متشابهة يعني فيما بعضكم، بس حرصت على أن المواضيع المهمة تكون التشابه بها قليل. فكل واحد راح ياخذ سؤال من الشابتر الثامن وسؤال من التاسع والعاشر والـ11 والـ12. هاي الأسئلة أنا قسمتها إلى 3 parts. هاي أسئلة الروت لوكس، بعدها تجي أسئلة الكومبنسيتر تقريبا 19 سؤال، بعدها تجي أسئلة النايكوست والبود دايجرام بالجزء الثاني. هذا إن شاء الله نايكوست هناخذه إن شاء الله المحاضرة الجاية نهاية الأسبوع القادم. أنا إن شاء الله أنزل لكم محاضرة النايكوست واللي إن شاء الله أتمنى أنه أشرح لكم إياها بالصف، بس يعني أخاف تتمدد العطلة حتى تستثمر وقتك. هذه أسئلة النايكوست، بعدين حتجي أسئلة البود دايجرام هذه، وإحنا نعرف أنه النايكوست والبود هنا طرق لتشيك الستيبوليتي للسيستم. بعدها هتجي أسئلة الـ BID واللي هي تقريبا أيضا 18 سؤال. الـ BID طبعا داخل بالسنة اللي ضفتها بالعام الماضي اللي هو Modified BID اللي هو هناخذ I-BD والـ BI-D أيضا هناخذه. فهاي أسئلة الـ I هذه Modified BID يقولوا له I-BD و BI-D العام ضفتها مثل ما السنة ضفت لكم بالديزاين مال الكومبنسيتر الجاما لا تساوي البيتا. أتمنى لكم كل الموفقية وأسأل الله عز وجل يحفظكم ويحفظ أهلكم ويحفظ من تحبون. حاولوا تجتهدون، ما ضل لكم شيء، أنتم مشروع مهندس إلا. ما أتمنى أشوف أحد بيكم بالدور الثاني إن شاء الله. بارك الله بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.